بدنا نتشكر زميلتنا روبا صالح على المادة والمعايدات بعيد الأضحى المبارك أكيد، وبدنا ننتقل لأجواء السفر اللي بتصير بالأعياد وأيضا التنقل لقضاء أيام جميلة بالعيد وبنفس الوقت بتتزامن مع ارتفاع بدرجات الحرارة يا نور. أكيد دائما يمكن نحن بننطر العطلة سالي لنسافر، لكن مع الصيف ودرجات الحرارة والعيد والألعاب النارية كثير من الحوادث ممكن تصير معنا. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور بهجت، لنحكي دكتور بطب الطوارئ، لنحكي عن هذا الموضوع أكثر. يسعد صباحك يسعد وكل عام صباحكم وأنت بألف خير وانتم بألف خير ان شاء الله. والحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ربي يخلي لي اياكي. نعم، أهلا وسهلا فيك دكتور بهجت. يعني دائما بنحرص نحن على سلامة المواطنين من أي حادث بيصير إن شاء الله، لا سمح الله، إن شاء الله ما بيصير حوادث مع حدا، يا رب. ولكن دائما في شغلات هيك بيقولوا إنه ظروف بتحكم فبيصير الحادث بلمحة بصر. في يمكن السائق لازم يتوخى الحيطة والحذر، الحذر واجب. خلينا نحكي على الحذر، قديش مهم انه واحد ياخذ حذره واجبه، وخاصه بايام الاعياد تكون عاشقه شوي. اولا كل عام وانتم بخير نعد عليك لكم بالخير ولكل والصحة. اهلنا ولسوريتنا، وان شاء الله دائما الانتصار حليفه بالاعياد المباركه. الحوادث للاسف انه تحدث، شئنا او ابينا هي عم تحدث، مثل ما تفضلتي واسلفتي انه الاسباب كثيره، يعني ما في اكثر من صحيح. اسبابها. نعم. وهي بالنهايه لحظه، هي غفله. فالمسبب الأول هو بيكون السائق طبعا بدون نقاش، يعني السرعة الزائدة، عدم الانتباه، الاستخدام الموبايل أثناء السفر أو أثناء السير، الرد على الموبايل، الحكي. أحيانا الواحد بيكون عم بيحكي تليفون بيعصب، ممكن للحظة يغفو عن الدركسيون او عن سيارته، صحيح. وبالتالي بيعمل حادث. نعم نعم. احيانا الواحد بيكون السائق يكون ماشي بشكل كثير طبيعي، لكن الشخص الثاني هو بيكون غير منتبه. يعني انا ماشي بالسياره، في سياره قدامي في مسافه معينه بيني وبينها، انا اخذ بشكل اوتوماتيكي هي انه في مسافه بيناتنا، بلحظه السياره امامي بتوقف، اذا ما كنت منتبه بدي يفوت فيها. عصبت، يمكن انا عم بحكي تليفون، عصبت بدي فوت فيها، يمكن مرق طفل بسرعه، وهي للاسف من الاسباب الكثير كمان. يعني مو دائما السائق هو السبب، احيانا بيكون اولاد ماشيين مع اهلي، وهو لانه في مناسبات يعني بالعيد والعشقه فممكن تحدث هي الاخطاء او هي الحوادث. خلينا نحكي عن الاسعافات الاوليه اذا صار معنا هيدا الحادث او شفنا يعني حادث مروري او شخص مصاب، شو اول شيء بيخطر ببالنا لازم نعمله؟ لانه فعلا احيانا الحادث ممكن ما يخليك تفكر يعني صحيح. باللحظه. في قبل ما بلش بالاسعاف المباشر، انا بوجه نداء لكل الناس انه رجاء لما تشوفوا حادث ما حدا يتركه. كثير من الناس صارت تخاف انه تسعف، بيقول لك بشوف الحادث وبضل ماشي. فهي من أسوأ العادات اللي ممكن نحن عم نشوفها حاليا بهي الوقت، انه بيقول لك اخي بدي اروح اسعف والشرطه ووقفوني ولحتى اعرف. في تسهيلات بهذا الموضوع بغايه السهوله، انا ماني بصدد احكيها، لكن بدي اقوله انه المسعف لا يتحمل اي مسؤوليه، بيسجل اسمه. ممكن بيخافوا من تماماً. هالقصه انه ممكن تماماً. يسالوا قانونيا، صحيح. انه احيانا بيجي شخص بده يسعف حدا بيخاف انه يجوت ينكتب الضبط انه يتهموه، فيمكن هذه من الاسباب بالضبط. كمان اللي بتخاف الناس انه تقرب، لكن العمل الانساني هو اقوى. صحيح استاذتي، لكن وزارة الداخلية يعني أعطت تعليمات واضحة بهذا الموضوع، إنه المسعف يؤخذ فقط مفصل هويته وبيروح. خلينا نحكي عن الإسعافات الأولية، يعني لذلك أول هلأ شيء بيخطر ببالنا الشخص المصاب لازم ما نحركه. بيقولوا لك إنه لازم بالبداية، ما بتعرف إذا في كسور أو شيء، ما عندك أي معلومة. هلأ فيما يتعلق بالإسعاف الأولي كإسعاف أولي لحالة المصاب في حالة الإسعاف، مو اي حرق، مو اي اصابه لازم ما نحركه. اذا شكينا في كسور العمود القطني، كسور العمود الرقبي، هدول حكما ممنوع تحريكهم من ارضه، لانه اي حركه ممكن تؤدي الى انقطاع او اصابه بالنخاع الشوكي او بعصب، وبالتالي بتعمل له شلل دائم. لكن
إذا لقينا المصاب يعني الضربة شفناها ما كانت مش قوية كتير. مو قوية كتير، ما أجت على العمود الفقري، ما ضربت السيارة وبالتالي مثلا طار بالهواء ووقع على الأرض، هدول أكيد أول شغلة نحن بنساويها إنه نتصل بالإسعاف السريع وما نخلي أي حدا يقرب عليهم. ممنوع حملهم بالطريقة للأسف اللي النخوجية خليني أسميها بالعامي، اللي بتلاقي بيركضوا على الواحد بيحملوه ما بين رجليه وبين ظهره وبيطووه بيحطوه بسيارة وبياخذوه على الإسعاف. هي طبعا من الحركات الخاطئة جدا اللي ممكن تؤدي إلى كوارث في عملية نقل المصاب. لكن إذا لقينا المصاب إنه منصاب بإيده، منصاب برجله، منصاب براسه، منصاب بأي منطقة ببطنه بصدره، يعني الحركة لن تؤذيه كثيرا إذا كان في طريقة، يعني كان في حدا بيعرف يسعف. وهون بأكد دائما في أي مكان إسعاف بيصير أو أي حادث بيصير، إذا كان في حدا من الوسط الطبي يتصرف، إن كان طبيب ولا كان ممرض ولا كان إني عنده دراية وعنده وعي لحالة الإصابة اللي موجودة بين إيديه ممكن يتصرف. إذا ما في حدا بيعرف يسعف ولو كان المريض بيقدر يتحرك، أنا أتمنى من الجميع إنه لا يتوخوا الحذر، يتصلوا بسيارة الإسعاف لبين ما توصل. لكن إذا كان في عنا المصاب أمامنا وعم ينزف، أنا أكيد ما رح استنى سيارة الإسعاف، لابد أنه إيقاف النزف، لأنه النزف هو من عوامل الخطورة الكبيرة جدا اللي بتؤدي إلى الموت. فالضغط على مكان النزف يعني ما مطلوب منه أي شيء، ما المطلوب هلا يخيط الجرح ولا مطلوب منه شيء، ممكن يحط إيده أو إذا بنلاقي نحن قطعة شاش أو قطعة نظيفة أو لباس من الملابس وضع على مكان الجرح والضغط عليها باليد ولو اليد المجردة، الضغط على مكان النزف حتى نخفف من كمية النزف ونحاول نعمل إرقاء أو بما يتعالى يصير في خسرة مكان الجرح ونضغط عليها ونوقفها. تماماً. إذا كان على الرأس لا تخافوا، أحياناً منلاقي جرح صغير ممكن تلاقي الوجه كله تلوى الدم لأنه على حركة الوجه ينزل دم على اليمين على اليسار، فإذا فتشنا منلاقي نحن هو عبارة عن جرح صغير الضغط عليه مباشرة أنه ممكن نحن نوقف الكسر النزف. لكن إذا شكينا في حالة وجود كسر، هلأ كيف بدنا نشك نحن بهي اللحظة؟ مبين الواحد ماسك ايده مو قادر يحركها رجله، بيقول لكم اوعى رجلي ما عم اقدر احركها، اذا عم يوجهنا المريض بألمه لمكان الاصابه. فنحن ممكن نكشف عليها شق البنطلون او على ايد الى اخره، يعني ما نقعد نشتغل في انه نحن نفكك الازرار وعلى مهلنا. اذا في شيء لقيناه مصاب واضح تماما الكسر، الإسعاف الأول تبعه هو عدم تحريك الكسر، تثبيت الكسر. صحيح. يمكن في طريقة للإسعافات الأولية يمكن نوهت عليها دكتور. خلينا ننتقل لموضوع آخر اللي هو ضربة الشمس، الأعراض اللي بتظهر بضربة الشمس وخاصة نحن بهالجو نور كتير شوف بالصيف تكتر خصوصا عند صحيح. الأطفال فينا نقول خلينا نحكي الأعراض. ضربة الشمس طبعا شائعة جدا عند الكبار والصغار، أكثر شيء عندك الأطفال والكبار المتقدمين بالعمر. في شغلة صغيرة كمان إضافة يعني مشان أنا بس تكون للمعلومة، ضربة الشمس ليس فقط هو التعرض المباشر للشمس، الجلوس في مكان مغلق في رطوبة زايدة وفي حرارة زايدة تؤدي إلى ضربة الشمس. إذا ضربة الشمس هي ليس فقط التعرض المباشر لأشعة الشمس وإنما التعرض لحرارة الشمس سواء بمكان مغلق أو بمكان مفتوح. طبعا بضربة الشمس هي أكثر شيء بيصير في عنا نقص في السوائل، بيصير في عنا التعرق الزائد عن اللزوم، بيصير نقص بشوارد بالسوائل وبالتالي اضطراب بالشوارد تؤدي إلى ارتفاع حرارة وتؤدي إلى هبوط ضغط ويمكن تؤدي إلى أحيانا إغماء. أهم شغلة في موضوع إسعاف ضربة الشمس هو إخراج هذا الشخص المصاب من المكان المعرض فيه للحرارة العالية إلى مكان مبرد. اثنين، وضع الماء البارد عليه من خلال أقمشة، من خلال لباس، من خلال بشكير، نحط فيه نحن مي ونحطه على الجسم بحيث نخفض من حرارة الجسم. إذا كان واعي ممكن نحن نعطيه خافضات الحرارة، وهذا هو الإسعاف الأساسي لضربة الشمس. ما المطلوب لكن لا بعد لابد من نقله
الى الطبيب او الى المشفى حتى يتم معالجة الاضطرابات اللي صارت نتيجة ضربة الشمس او ارتفاع الحرارة. شو الأخطاء الشائعة هون بتكون؟ لانه في كثير من الناس عندها بعض التصرفات الغلط اللي هي ما بتعرفها. اهم شيء انه ننتبه لحالة ضربة الشمس اللي هي ما مو بالتعرض المباشر للشمس. كثير احيانا الام بتحط او الاب بيحط ابنه بالسيارة ونزل يشتري اغراض، بيسكر السيارة وبيقفل الشبابيك منشان يمكن ما يطلع اولاده لبرا. بتأخر شوي، الحرارة اللي موجودة ضمن السيارة بيرجع بيلاقي ابنه في غياب عن الوعي تماما وفي حالة كثير صعبة. فإياكم تتركوا أطفالكم في أماكن مغلقة معرضة للحرارة العالية، سواء بالسيارة سواء حتى ببيت، بأي مكان مغلق وفي حرارة عالية في شوب كثير كبير. لازم ما نترك أطفالنا، الأطفال كثير معرضين للإصابة بضربات الشمس. صحيح. بدون ما ندرى فبتصير معه بلاقي حالة إغماء موجودة معه، ما بيعرف شو السبب. هو السبب هي ضربة الشمس أو هو التعرض العالي للحرارة. هون منقول لكل الأهل إياكم أن تتركوا أطفالكم، بالذات الأطفال أو كبار السن، في أماكن مغلقة ومسكرة لحتى نحميهم، لكن بنكون عم نعرضهم لإصابات مباشرة بهي الحالة. الشيء الثاني أنه لما بيكونوا في غياب عن الوعي، الرجاء انه ما حدا يحاول يدخلهم على 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 فمهم اي شيء، يحاولوا يشربوهم يسقوهم لحتى يصحوهم او يحطوا لهم ملح او شو يعملوا او عصير ليمون بفتره انه هو صار 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 هي الحادث وفي اغماء، حاله اغماء خلينا نقول لطفل او شيء، فالام بهيك حاله شو لازم تعمل؟ فورا مثل ما حكيت اخراجهم الى منطقه بارده بس ما ووضع الماء البارد عليهم، مو نصبهم بشكل يعني مباشر او حتى نضرب كفوف على الوجه او هذا الشيء كله ممنوع. شوية مازهر فقط. ايه تماما، للاسف بيصير يحطوا له بانفه عصير بصل، عصير ليمون، او حتى مثل ما بتقولي ماء زهر. في حاله الغياب، غياب الوعي، بيكون ما في عنده قدره على التحكم ببلعومه بمجرى التنفس تبعه. الرجاء ما عدم ادخال اي ماده، فقط وضع الماء البارد على الجسم، تحت الابطين، على البطن، على الرقبه، على الرقبه، نعم، على الوجه بكل بساطه، ورفع رجليه للمصاب لانه بيكون في حاله اغماء. رفع الرجلين نوعا ما عن مستوى سطح الجسم حتى يصير في عندنا عود وريدي للدماغ ويغذيه بشكل اكثر وبشكل اكبر، ويعود الضغط مع التبريد. بعد شوي بنلاقي المصاب قام بكل بساطه وبكل سهوله. طيب دكتور، خلينا ننتقل لموضوعنا الثاني وهو الحروق الناجمه عن الالعاب الناريه، لانه بنشوف بفتره المناسبات والاعياد كثير من الاطفال بيلعبوا بالالعاب الناريه. هون كيف تتم الاسعافات الاوليه؟ لانه كمان التعامل مع الحرق راح يكون بالتعامل بطريقه مختلفه. هلا الحمد لله يعني من حسن الحظ انه بهي بالالعاب ما بتكون في حروق درجه ثالثه او رابعه، يعني بتكون على الغالب حروق درجه اولى او درجه ثانيه. الدرجه الاولى اللي هي بيصير في عندنا احمرار بسطح الجسم، يعني بنلاقي في الم شديد، في احمرار، صار في تماس للجلد مع قطعه حاره اللي هي مثلا الالعاب الناريه اللي موجوده. هذا الإسعاف إسعافه سهل جدا، فقط عبارة عن وضع ماء بارد أو شاش عليه ماء بارد مبرد ووضعه على مكان الجرح أو مكان الحرق عفوا، وإعطائه مسكنات خافضات الحرارة. طبعا لابد من إخراجه إلى يعني إلى المنزل حتى يتم متابعته، وما بحاجة إلى أشياء كتير إلا إذا كانت مساحة كتير كبيرة، لكن بالألعاب ما رح يكون في مساحات كبيرة. الحرق الثاني اللي هو أكثر يعني حذرا بالتعامل معه، الحرق الدرجة الثانية. الحرق الدرجة الثانية وهذا كثير بيحصل بالألعاب النارية، بيصير في عندنا إضافة للإحمرار بيصير في عندنا فقاعة مائية. هي الفقاعة طبعا مجرد صار في فقاعة على الجلد لازم نحن نكون عارفين إنه هذا حرق درجة ثانية. الإسعاف الأول الأساسي هو التبريد ووضع الماء البارد أو الرطب على أو الشاش الرطب على مكان الحرق. الرجاء عدم فقع الفقاعة، هاي نقطة كثير مهمة، يعني الكل بيتجه لهي ده الحل. بتقول لك انه حتى الاهالي انه بيفقعوها، يعني هون طبعا هذا خطأ، هذا خطأ شائع يفضل تركه. ليش؟ لانه نحن صح عبيت مي، لكن هي على الاقل ظلت حامية الانسجة من اي انتان او من التهاب خارجي. فقاعة فقعة وبالتالي يعني نقامت قطعة من الجلد، اصبحت الانسجة مباشرة مع الجراثيم مع الجو الخارجي.
بقائه يبقى حاميه من الجراثيم وتوضع وتترك بمكان الطبيعي، تبرد، يوضع قطع شاش وتؤخذ الى المشفى. طبعا هون بنقول احنا في ان اذا كانت الفقاعه مساحتها عالية جدا وكبيرة جدا، وهي نادرة ما تكون بالألعاب النارية، لكن تعرض إلى حرق وكانت الدرجة الثانية مساحته أكثر من 20%، وقتها لابد من دخول المشفى لأنه أصبحت في حالة خطرة، لأنه الحرق الواسع بيفقد الجسم كثير من السوائل، بيعمل اضطراب بالشوارد وبالتالي بيعمل خلل وظيفي، هذا نحن ما فيه. لكن إذا عم نحكي على الإسعاف الأولي فقط أنه نحن نتركها مثل ما هي، ما نقرب على الفقاعة، ما نوضع، يعني أحيانا كثير الأهالي بيحطوا ربما بندورة لبان معجون نشا، بيحطوا نشا، بيحطوا، هذا الكلام كله مرفوض. السبب لأنه وجوده لا بيقدم ولا بيأخر، يمكن بيعطي شوية تبريد للحالة، لكن هذا بيعذب الطبيب كثير فيما بعد في حال بده ينظف الحرق يشتغل عليه، فبدل ما يكون عم يشتغل على 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 شيء محدد ونظيف بيكون عم بده ينظف المواد اللي انحطت على الجلد، وبتكون الجلد بهي اللحظة بتكون كثير هشة، يعني فورا بتنقلع معه وبالتالي بيعرضه لانتانات والتهابات على مستوى عالي. يمكن الأطفال أكثر عرضة للحروق، يمكن لا أكيد الكبار بيتعرضوا، لكن الأطفال بيقربوا على المية المغلية، بيقربوا على الغاز، يعني ردات فعلهم عفوية فممكن يكونوا أكثر عرضة، فبيتعرضوا للحرق. نور حتى مثلا بنشوف أطفال هيك ما بيكونوا منتبهين لهم أهاليهم، فبيتعرضوا للحرق. الأم بالبيت دغري بتمسك الطفل وبتحطه تحت المي، أوكي هذا الشيء كتير منيح، بعدين في مراهم معينة ممكن تحط له إياها، بدل مثلا اللي حكيت عنه انه ما بيصير نحن مثلا نحط له اللبن، الرب البندورة اول مره بسمع فيها. شو المراهم يلي مثلا ممكن استخدامها الام هيك فيها استخدام بالبيت قبل ما تاخذه على الدكتور؟ يعني المقشره او المرممات الجلديه، انه نحن في البدايه كحالة اسعافيه ما لازم نحط شيء ابدا، انه ما بيأثر بشيء، ما راح تستفيد بشيء بوضع هاي المراهم. لكن في عندنا بخاخات موجودة للحروق، هي كتير ممتازة، لازم تكون بكل صيدلية من صيدليات البيت، لازم يكون موجودة فيها، بأنه منرجها شوي ومنبخ على مكان الحرق. شو بيعمل هذا البخاخ؟ هذا البخاخ بيعمل طبقة حماية تبريدية بنفس الوقت وتخفيف الألم، ونفس الوقت بيعمل طبقة عازلة لهذا الحرق عن الوسط الخارجي. بهي الطريقة نحن ممكن نفيد المصاب بشكل كتير كبير. دائما لما تصير في عندنا إصابات أطفال يفضل الذهاب إلى الطبيب أو إلى المشفى حتى يتم متابعة. وهي نقطة مهمة دكتور، لأنه الأهالي أو الأم تعتبر حالها هي دكتور الولد، يعني بتقول لك أنا صرت من وراء الخبرة نص دكتورة. الجروح للأطفال هون خلينا نحكي عن الإسعافات الأولية، لأنه في كتير من الأطفال بيتعرضوا لوقعات بسيطة أو أثناء اللعب أو بالبيت، هون الأم كيف هي تتصرف إسعاف أولي؟ حتى فينا نقول يمكن الجرح إذا كان صغير أو كبير أو ظاهر أو غامق كمان بتختلف طريقة المعاملة هون. لكن في اساسيات لما يكون في عندنا جرح للطفل او للكبير، مين بغض النظر، غسل الجرح بالماء البارد، غسله بالماء البارد. اكثر شيء يعني ممكن نستخدمه اللي موجود بين ايدينا دائما هو المي، الماء البارد، غسل الجرح. ليش غسل؟ اول شيء مشان ابعاد الجراثيم الموجوده عنه من خلال الماء، ثانيا بتبين معنى الجرح، يعني بيوضح معنى الجرح، لانه الحركة حركة الطفل مع الجرح بأي حركة بتلاقي الدم بيروح يمين وشمال بكل اتجاهات، بيظهر معنا بالعين المجردة أنه يا لطيف هذا شو صاير معه. لكن إذا غسلنا نحن منلاقي جرح هو عبارة عن نص سنتي أو سنتي أو سحجة، ممكن تكون موجودة. يعني إذن الضغط، ضغط الماء البارد على المنطقة إضافة بعد ما تنظفها هو الضغط المباشر على الجرح حتى يتم إيقاف النزف. يمكن نور اليوم الدكتور بهجت عطانا هيك معلومات ونصائح كتير مهمة وأكيد فادت الأهالي. إن شاء الله ما حدا بيتعرض لحادث يا رب، ولا لحرق. الله يحمي جميع العالم ويحمي أطفالهم يا رب. نور كانت معلومات اليوم ظريفة. أكيد نتشكرك الدكتور بهجت عكروش أخصائي في طب الطوارئ، نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك.